إذا لمناقشة الفساد في العراق والتأكيد على اقتراب انهيار المؤسسات الحكومية مع تجذره فيها وأيضا الصراع السياسي على المناصب، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أستاذ لبيد، مرحبا بكم. يعني هل ترى أن حكومة السودان لديها رؤية إصلاحية بالفعل لهذه الإجراءات المزمعة بشأن مجالس المحافظات، طبعا وسط الاتهامات الكثيرة لهم بالفساد، تعتقد ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. اسمح لي في البداية أن أهنئ أشقائنا المغاربة بفوز منتخب بلادهم على المنتخب البرتغالي. سائل الله تعالى أن يتم فضله ويجعل كأس العالم من نصيبهم، وما ذلك على الله بعزيز. أما بعد، فعودة إلى سؤال حضرتك أستاذ، بالنسبة لتنويه يعني حول مجالس المحافظات. مجالس المحافظات تم تعطيلها في نهاية عام 2019. وذلك بضغط تحت ضغط انتفاضة تشرين التي طالبت بحل المجالس. ليش؟ لأنها تمثل أحد أبواب الفساد والهدر المالي. وللعلم أن المجالس تستهلك أكثر من 200 مليار دينار عراقي، يعني بصفة مرتبات شهرية ونفقات حماية وإقامة إلى آخره، ونفقات ومخصصات. وهلم جرى هذه، إذا التصق اسم المجالس بالفساد والهدر. عودة الكلام الحديث على إعادة الحياة في هذه المجالس هو بالحقيقة ضرب لمطالب الشعب، لأن هذه المجالس تضر بمصلحة الوطن والمواطن. لما عادتها فالداعي إلها، أحد الدوافع إعادة الحياة لهذه المجالس، هو بالحقيقة لأن المجالس مرتبطة بمصالح سياسية ومصالح حزبية. يعني الأحزاب تعزز من نفوذها وتعزز من أبواب نهبها للمال العام وتمويل أحزابها ونشاطاتها السياسية والحزبية من خلال هذه، من أبواب المجالس هذه، باعتبار أن هناك 15 مجلس، يعني باستثناء بالإضافة إلى مجالس البلدية في داخل إقليم كردستان التي لم تحل في عام 2019، هناك 15 مجلس محافظة بالإضافة إلى المجالس على مستوى البلديات والأقضية. كلها هذه بالحقيقة صور مصغرة للعملية السياسية المركزية، ونعرف أنها فاسدة، فإن فسادها من فساد وير هو امتداد لفساد العملية السياسية المركزية. أستاذ لبيد، تعتقد أن السوداني قادر بالفعل على الخروج عن إرادة المالكي في موضوع تعيين المحافظين والدراجات الخاصة، خاصة هناك تسريبات تشير لوجود خلاف بين الرجلين، تعتقد أنه قادر على الخروج عن إرادة المالكي؟ هناك بالتأكيد هناك صراع بين المالكي وبين السوداني فيما يتعلق بهذه النقطة. نعم. وربما هناك نقاط أخرى يعني ستكون موضع خلاف بين الرجلين. السوداني يحرص على عدم إثارة أو استفزاز التيار الصدري، ونحن نعلم بأن التيار الصدري لديه وجود وحضور جيد في مجالس المحافظات قصد المحافظين. والمالكي يسعى من اجل اعفاء هؤلاء المحافظين واقالتهم واستبدالهم بمحافظين اخرين من خارج التيار الصدري. المالكي كما نعلم خلافه مع التيار الصدري خلاف شخصي. نعم. ولذلك يسعى لهذا. على العكس من ذلك، السوداني لا يريد أن يستفز التيار الصدري على الأقل في هذه المرحلة إلى أن يثبت بأنه جاد في مسألة مكافحة الفساد وتنقية المؤسسات الحكومية. أنا أعتقد أن السوداني سيواجه صعوبة، لأن السوداني يبقى بحاجة ماسة إلى دعم الإطار التنسيقي، ونحن نعرف أن المالكي يمتلك في الإطار التنسيقي أكثر نحو 40 مقعدا في الإطار التنسيقي. فالمالكي لديه ورقة قوية، والسوداني يراهن على دعم
من دعم نعم باقي احزاب وقوى الاطار التنسيقي، بالاضافه الى هدوء الشارع وتحييد التيار الصدري. من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي، شكرا جزيلا لكم.